السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى هذا الشهر تكونوا بخير وعلى خير مع التحضيرات الرمضانيه ان شاء الله. يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه. اليوم جيت باش ندير تتمه ديال داك الفيديو اللي درت لكم. ديجا حطيت الجزء الاول ودابا خصني ندير الجزء الثاني ديال لا فيديو. شوفوا هاد لي بلونت كما قلت لكم، الجزء الاول بازيت فيه غير على الماعن وهذا، من الجزء الثاني ان شاء الله غادي ندير لكم المواد الغذائيه. نركز لكم على التخفيضات، لان اهم حاجه عندنا في رمضان بينا شي حاجه اللي تكون برومو اللي نستافدوا منها في شهر ديال رمضان. بالنسبه لبنات الزيت، انا لقيت هذا اوليور، ها هو ناقص شويه في الثمن، 5 لتر، 5 لتر ب 58 درهم. شنو كاين باقي؟ كاين لو سيور، كاين لو سيور البنات، لو سيور الثمن ديالو حتى هو ب 64 درهم. دونك بالنسبه للزيت، الزيت راه كنستهلكوه بزاف في رمضان، دونك غادي نفعلنا هاد البرومو. انا غادي نقلب او ميم طون كنصور. كاينه يا البنات ويلور، ويلور راه زوينه، تصايبو بها شحال من حاجه صحيه، البخي ديالها 68 درهم. بالنسبه للفينو، كاينه البنات هاد الفينو ديال مزيه راه زوين، البخي ديالو كيدير شي 89 درهم. سير ماشي مشكل. ها انتما ديال 10 كيلو كيدير 89 درهم، وكاين مزيه يعني تنبقاو غير في مزيه، كاين الفورس كيدير 55 درهم. دونك 10 كيلو بلس 2 كيلو غراتوي، دونك هذا راه مزيان، يعني كتربحي واحد 2 كيلو غراتوي، لا بالنسبه للفينو لا بالنسبه لهذا. دونك بغيت نشوف شي وحده الا كانت محلوله بحال باش نوريكم الكاليتي ديالهم. المهم بالنسبه للمزيه راه زوين، جربته انا راه زوين، هو اللي غناخذ. كاينه داليا، داليا الفينو ديالها هو هذا، ها هو، شفتوه البنات، بنات وعيالات، المهم كنهضر معكم كاملين. بالنسبه للداليا ها هو الفينو ديالهم، الفورس ها هو حتى الفورس ديالهم البنات راه زوين. بالنسبه للبخي 54 درهم و50 فرانك. بل هذا راه زايده 3 كيلو غراتوي، يعني بالنسبه للداليا وبالنسبه للمزيه راه فيهم لي فيهم البرومو، يعني فيهم الغراتويتي، دايرين فيهم مزيه دايره فيها 2 كيلو غراتوي، وهذا داليا دايره فيهم 3 كيلو. بالنسبه لبنات السميده ديال الحلوه ولا الصومو الفين، 5 كيلو كدير 45 درهم و 30 فرانك. الكاليتي ديالو ها هو زوين، هذا عطاني راه في كيلو غراتوي. هذا سميتو الاتقان، وحداه ميمونة ها هي ديال السميده. كاين هذا ديال فايز، نشوفو حتى هو، هذا زوين، هذا صفر بزاف، دونك راه ديما السميده ملي كتكون البنات صفرا بزاف هي اللي كيصدق فيها بغرير. سيرتو انا غادي نعطيكم لا غوسيت ديال بغرير ان شاء الله. بالنسبه لهذا البخي ديالو البنات هو 32 درهم، ما فيهش بروموسيون ولكن زوين، هاد مزي هاد فايز عجبني. بالنسبه للبغرير كيطلعوا زوين، هو باش غندير لكم ان شاء الله الغوسيت ديال البغرير عفوا. دونك انا غادي نشوف شنو كاين باقي. بلاطه كاين هاد مارس، الشوكولاته ديال مارس، البخي ديالو راه غير 25 درهم، وفيهم وحده غراتوي. دونك هذا المحبين الشوكولاتة. هنا هاد لي بات ديال السباكيتي، سباكيتي البنات فيهم جوج ديال السباكيتي ديال 500 غرام زائد لاصوص طوماط، ميم كلشي هادشي بس 28 درهم. دونك جوج ديال هذا، جوج ديال 500 غرام، وكاينه وحده ديال 250 غرام بلس لاصوص. دونك البخي ديالها ها هو، هذه حتى هي زوينه. كاين كوسكوس 500 غرام، يعني نص كيلو موين، ثلاثة ب 15 درهم.
هادو اللي بغى يستعملهم قبل رمضان. دونك اللي في انا اصلا كنجي كنقلب على هادي اول حاجه، كنقلب كاع ديال هاد الماتيشاتي. هادي زوينه يا البنات، كناخذ فيها كونتيتي وان شاء الله غادي ندير نخرج منها لاصوص ديال البيتزا ونديرها في الحريره، وكديروها في لي بات، كديروها في شحال من حاجه. دونك زوينه زوينه بزاف وبنينه وما حامضاش. هادي ما عندي ما نقول لكم عليها. دونك هادي مزيانه، البري ديالها 20 درهم. 20 درهم وثمن الوحده 7 دراهم، ياك 7 دراهم 7 دراهم. دونك هادي راه مزيانه. كيهمو الامر انتوما دايرين خمسه بلس وحده فابور ب 42 درهم و 50 فرانك، يعني البري ديالهم كان 46 درهم، دابا رجعهم 42 درهم و 50 فرانك. بيتزا المملحات في رمضان غادي ينفعكم بزاف. هذه هي الميزة ديال رمضان، الزبدة. الزبدة راه دايرين ليها بروموسيون ب 59 درهم. ها هي كاينة ديال كيلو 59 درهم، جوج كيلو ب 143. كريم مزيانة، لاكريم لي لاكريم فريش. ها هي هادي ديال سانتراك، هي لي كنستعمل بزاف، زوينة. ها هي كاينة الزبدة لخرى ديال المرجان، ها هي 15 درهم. أو كاينة الزبدة لو هادي، هادي كديروها المعجنات، راه 14 درهم. مزيانة، تلاتة ب 14 درهم، تلاتة ب 14 درهم، زوين. كاينة فيتال، أو هادي لابريري دايرين ليها تلاتة ب 420. بالنسبة لدانون البنات دايرين بروموسيون في فيرلي كاملو. هذا ديال هذا ديال الفخيز 18 درهم، هذا ناتور دايرين ليه 15 درهم، ديال الشوكولا 19 درهم، والجبن تا هما دوب 19 درهم. فوالا، هنا كاين هادشي ديال الحلويات. بالنسبه لهاد هنا راه كاين كلشي ديال الكازينو، كاين هادو ديال الكولي ديال الفريز، لي بيبي د شوكولا، الشوكولا بالانواع ديالو، هانتوما هاد الشوكولا هادي، هاد زوينه بزاف، تهني كرمضان كامل. شحال كدير؟ غير رخيصة، يعني 30 درهم. بالنسبة للخميرات، هاهوما 9 دراهم. هاديك ديال هذا الزهر، هادو لخرين 4 دراهم. ديال الفاني 4 دراهم، خميرة حمرا 4 دراهم. صافي هادشي لي كاين. المهم هادشي ديال الغيون ديال البلاصة ديال الحلويات، والقاد البسطيلة يا البنات اللي بغا يصايب البريوات غادي يوجد. كاينة لاباط فيلو، شحال واحد كيسول عليها، أنا نوريها لكم. هادي هي لاباط فيلو، ها هي الثمن ديالها 21 درهم. بالنسبة للبقلاوة كيدارو فيهم حلويات ديال لي توخت. كاينة لاباط بسطيلة عادية، هادي 15 درهم، الثمن ديالها 15 درهم. كاينة لاكخيم، لاكخيم فخيش بنواع وشكل. بالنسبه للكريم لي كيدير البنات، نهضر عليكم بالزربه باش نسد الثلاجه. هنا هذه ديال الخضره اللي كتزيديها مع شي حاجه مالحه، وهذه كديريها مع شي حاجه حلوه اللي كطلع. بالنسبه للكريم لي كطلع دغيا راه هي هيولالا، كتجي عاقده. ايوا واش باقي غنوريكم هادشي الاخر. كاين هاد السوريمي هو كيدير 18 درهم، عادي غير خدي راحتك، تفضل عليك حبيبي، غير خدي راحتك سمحي لينا. المهم هادشي اللي كاين، والكاش رجعت كي تخيط هما دايرين فيهم بروموسيون. التيد اللي كيستعمل هذا انا ديجا جربته، هذا راه زوين في الصابون ديالو كيخرج الحوايج. هانتوما دايرين جوج ب 152 درهم، جوج ب 152 درهم، راني مجربه وزوين. وبالنسبه
كاين هاد لوفر هذا حتى هو ها هو انا نشوف لكم البري ديالو ديالو يا البنات ها نتوما 135 درهم صافي هذا طوره زوين بالنسبه للامور معروف 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 زعما راه مزيان وريت لكم اللي كيد وريت لكم هذا اللي حبوب كيستعملوا اريان راه ديري لي 169 درهم 9 كيلو 9 كيلو تقريبا 170 درهم اكيد 115 درهم بالنسبه لهاد الاوفر حتى هذا الاوفر زوين راه فيه 3 ديال السلطان انا نوري لكم هو محلول هنا شعره ها هو 3 دايرين ليهم 35 درهم سلطان يعني كاين هذا وكاين هذا والاختيار يبقى لكم كاين نيدو نيدو دايرينو فواحد باكي هذا نورمالمون كنا كنعرفو غير هذا الكبير مي دابا راه كاين هذا الصغير 105 درهم وزايدين ليه هاد الغراف ديال نيدو يبقى تستغل الفرصة لرمضان غنحتاجو هنا كاينين قهوة القهاوي كاملين بالنسبة لبنات القهوة هادي خطيرة هادي في المذاق أنا كنستعملها زوينة هما كيجربتيها خسارة هادو زوينين يا زوينة البنات هادي في المذاق أنا مجرباها بالنسبة للبنات اليوم أنا ما غنتقداش لأن ما نتكونسونطراش بزاف أو ميم طون دابا راه كنشوف لي بخي باش نشوف شنو غادي خصني وشنو ما غادي خصني دونك بالنسبة للمرجان إنزكان تبارك الله راه فيه كل شيء وأثمنة مناسبة أنا شخصيا كنمشي غير المرجان ديال إنزكان أول حاجة قريب ليا وثاني حاجة كنلقى فيه داكشي اللي بغيت بالنسبة للتقسيم اللي دايرين زوين يعني لتحت كتلقاي فيه المواد الغذائية الفوق كتلقاي فيه الألعاب وكتلقاي فيه الماكلة دونك بالنسبة ملي كيكونوا معايا الدراري عرفتوا الدراري فاش كيلصقوا أول حاجة كيلصقوا فيها هما الألعاب دونك فاش كنجي أنا لهنا مكنلقاش مشكل دونك كاينة هاد السنيدة هادي لابيغوش زوينة كاينة غالية شوية 45 درهم ولكن صحية هذيك السنيدة صحية اللون ديالها أسمر راه صحية كنشوف إلا كاين شي حاجة فلتاتني هادو البنات هما دوك لي بودوا هادو راه خاصين مرجان زوينين جربت واحد لا مارك مي ما عجبتنيش غير هادو ديال المرجان زوينين هادو الثمن ديالهم ما غاليش 10 دراهم يعني الثمن زوين بالنسبه للكوفيتيره البنات دايرين 4 شحال هادو 4 لا 3 ها نتوما بالنسبه للكوفيتير دايرين 3 دايرين 2 وحده هادي فابور البري ديالها هو 460 دونك راه مزيان بحال هكا البنات حاولوا تمشوا تشوفوا شنو خاصكم والحاجه اللي خاصاكم هي اللي تقدروا تجيبوا فيها بحال هكا تقداو فيها كونتيتي اللي غادي تنفعكم من بعد هما بالنسبه للعسل البنات لا مارك ديال الفايز زوينه ها هي فيها 3 كيلو ب 1000 ريال مزيانه بالنسبه للشباكيه والمعسلات وانا كنستعمل الماكله هذا هو اللي كنستعمل الماكله زوين كاين واحد لا مارك اخرى فين هو ها هو هذا تقريبا داير بحال العسل الحر البخي ديالو 50 درهم دونك كاين داك الزمزمي انا غادي نشوفو وهذا توا دايرين في دار السلام توا زوين جربته دايرين فيه بروموسيون بالنسبه للناس كانوا سولوني شي بنات على لي غراند بولان هادو هما لي غراند بولان دوك غنوريهم لكم هادي فرصه ملي لقيتهم في مرجان هاد لي غراند بولان البنات صحيين بزاف بزاف بالنسبه للدراري الصغار اللي ما كياكلوش كيعاون في الشهيه ايوا راه كاين املو شوكولا كاين تخفيض في هاد الشوكولات ديال اكبيل بالنسبه للحلويات وهذا او ما كاين شحال هنا 2 4 5 5 5 الباكي ب 18 درهم مزيانه اصلا دابا جايين غير وقت الحلويات وهذا دونك راه مزيان
ماروخه يا البنات، هي خمسه حتى هما. دونك هذه كيعطوك وحده فابور، كيعجبني هذا الفابور انا. وحده فابور كتسطيني يا البنات. ها انتما ها هي ثلاثه وحده فابور، الثمن ديالها 25 درهم. وبالنسبه للغيون ديال الحليب، انتما جامعين الحليب كلشي فواحد البلاصه، كاين كيري، كاين الجوده، كاين كلشي. لي بري ديالهم هما هادو. دابا غندوزو الفرامج. الفرامج ها هما، كاين تبارك الله ما يتقال. هذا زوين البنات، ورا دايرينو برومو. هذا هذا شتو البارح فواحد المكازا، هذا اللي شفنا البارح هنا راه داير 12 درهم، شتو فواحد المكازا 16 درهم. باش دونك راه كاينه هي فيلادلفيا. بالنسبه للناس كيقول لك فيلادلفيا راه ما كايناش، هي راه عندنا، كاينه الكبيره كاينه الصغيره. الكبيره كدير 47 درهم، الصغيره كدير 25 درهم. ها هي فيلادلفيا، كاين كلشي. كاينه ريكوتا، بلاتي نوريكم واحد الشكل اخر. المهم الريكوتا ها هي، تا هي راه مسولديه، هي 25 درهم 22 درهم. نوريكم واحد الشكل اخر. المهم انتما كتشوفوا معايا، ناخذ هذا. هي هذه اللي كنستعمل زوينه، ان شاء الله ندير لكم بها شي حاجه في هذا المطعم. كاين الحوت راه هو، كروفيت، البانكا، وكاين الكالامار. البنات هاد لازو، هاد البلاصه جديده داروها مرجان، على حساب الناس اللي كياكلوا هاد الشيء البيو واللي عندهم مشكل ديال الجلوتين. بالنسبه للبيو ها انتما، كاين الحليب، كاين هذا لي سيريال ديالهم، لي بيسكوي، حتى لي بخي راه مزيانين. خصنا هاد لا مارك كلها ديال برا، كازينو. بالنسبه للغلوتين هذا راه بيو، شوكولا بيو. وبالناس اللي عندهم مشكل ديال الغلوتين ها هما لي بات ديالهم. الطوماط مزيان فاش بلاو داروا هذا الشيء. البنات راه في واحد الصول زوين، نورمالمون كنشريو ب 27 درهم، 27 درهم فاصله 50. المهم دابا راه دايرين ليه جوج ب 50 درهم، يعني غيديكم شهر تقريبا. جوج ب 50 درهم ديال هاد الباك بوت ديال المشواق ديال فلافي فاين، تا هو 25 درهم، كان كيدير 27 درهم. هذا يا البنات انا كيعجبني، ولي خديت ديك المره وداني شهر كاملو. هذا انا لا زوين، داني شهر كاملو ب 35 درهم. هاد هما دوك القرع اللي قلت لكم ديك المره ما خديتهمش، لكن هاد الخطرة غناخذهم. زوينين ها انتما فيهم هاد الجليده هكا، وهادي كيجيو هكا زوين، تحطو فيهم لي بات، اللوبيا، القطنيات كاملين. وكاينين الكبار ها هما، غادي ديرو فيهم الدقيق، فيهم هاد الجليده وكتحافظ عليهم. الفول كي غايت لي فيه شي فيه حلف ما نطلع البلاصه ديال المان، ولكن قلبي صغير لي يتحمل. البنات لقيت هاد الجباب مشكون كي دايرين شي زوينين ديال لي مينيرال، 36 درهم. كاينين هاد لي زاسيت هادو هما زوينين ها، في رمضان البنات هادشي زوين. هادشي جديد عندهم، هادو غارقين ديال هاد البنات. هانتوما بالنسبه للاثمنه هما هنا، الكبار كيديروا 32 درهم، والصغار 32، هادو الغارقين 32، والصغار 25 درهم. ها
شي طال ان شاء الله نرجع نتقدى. هادو خصوني يسالي وهاد الطباس اللي عجبوني خديت هادو بيتهم نسلي لرمضان. خديت شكرا. خديت هذا ديال الفايز وغنرجع نتقدى مي غناخذ هاد لا مارك ديال الفايز. غير هاد السميده راه خديتها باش ان شاء الله نبدا نبريباري. خديت بابي جينيتيك قلت لكم برومو صافي. وهذا هذا ماما هادشي اللي خديت. ودابا غادي نمشي ان شاء الله للدار حتى كيما وعدتكم غندير لكم فيديو جديد ان شاء الله. نبداو في السلسله الرمضانيه. الله يعاونكم وما تنساوش ديما اللايك وبارطاجيو مع الاصدقاء الى عجبتكم لا فيديو. بارطاجيو ليا مع الاصدقاء والبنات. المهم وريت لكم اهم التخفيضات اللي كاينين في الماكله. ما بغيش نكمل في المعان باش ما يجيكمش فيديو ممل. ان شاء الله نكون فتكم شويه ولو بالقليل. وما تنساوش ديما التعليقات ديالكم راني كنتسناهم ولايك والدعم ديالكم بلي لايك. واللي عجبته القناه ديالي بيان سور دير ليا ابوني ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.